متابعين نحن وياكم أصدقائنا المشاهدين وبرنامج على هوا المحبة من خلال تشاريتي تي في وإذاعة صوت المحبة مباشرة على الهواء. بنعتذر كرمال العطل التقني ما قدرنا نشوف الكليب تبع المرنمة سيلفي جديد، أكيد رح نرجع نشوفه خلال النهار اليوم، ولكن اسمحوا لي أنتقل أنا وياكم للفقرة الأخيرة مع ماريو الأعرج. ماريو صباح الخير. صباح النور. مدير التنفيذي لكي أند إي لوكال كليننج وركرز باي كي أند إي. اوكي احنا ال سي دبليو باي كي اند اي. اوكي ولكن الشركه الاساسيه هي كي اند اي 100%. صحيح. كنا حكينا مع كاتيا مش الاسبوع الماضي اللي قبله مزبوط. صحيح. الاسبوع الماضي كان البابا بالعراق فما طلعنا. صحيح. حكينا شوي عن خدمه كبار السن تحديدا بهذا الاطار. 100%. خلينا نذكر اليوم انا وياك ماريو، اذا بدنا نحكي ال سي دبليو لوكال كليننج وركرز باي كي اند اي، شو بتعملوا تحديدا؟ يعني شو الخدمات بشكل سريع حتى نرجع نفوت انا وياك على موضوع. نحن عندنا مثل ما اوريدي سبقت وقالت كاتيا، عندنا لمراعاه مسنين، عندنا لتنظيف بيوت، عندنا للطبخ، عندنا بيبي سيتر، عندنا اذا شباب بدهم يشتغلوا شوفر او شيء عند عائله بنكون عم نأمن. نحكي عمال يوميين. يوميين وشهريه وسنويه، يعني عندنا هودي ثلاثه اوبشنز فينا نكون عم نقدمهم. وهلا فتحنا اذا بدك بلشنا بسيرفيس جديده لانه الشركات بلشوا عم يفتحوا، سو عم نأمن بنات ليكونوا عم ينظفوا بشركه. أوكي. اكيد دوام جزئي او كامل حسب الشركه هي شو بتكون بحاجه، وبلس في شركات عم تطلب رجال. أوكي. سو عم نكون عم نأمن كمان رجال، وفيها اذا الشركه بدها الرجال يكون عم بينام عندها مع نهار بالجمعه فرصه عم نأمن لهم هيدي الاوبشن. كاتشا كانت مصره على تقويه النساء ونعمل امباورمنت للسيدات، هلا منيح فات عنصر الرجال لانه فات العنصر الرجال، ومش حننسى اكيد النساء يعني دائما سوا. اكيد 100%. بس كمان مهم كمان نهتم كمان بالرجال لانه في كثير يمكن رجال يعني حتى يعملوا هن تقويه ويكونوا هن عم بيساندوا عيالهم، هيك بيساندوا المراه بنفس الوقت، عم بيساندوا عيالهم وعم بيقدروا يستمروا، لانه كلنا بنعرف يعني كلنا عايشين ببلد واحد وبنعرف انه الحاله منا كل هالقد. لبنان شوي قاشط، سو يمكن كان احنا كلبنانيه ما بدنا نقول كثير، بدنا نكون شوي بوزيتيف. فالشباب عم بيكون عم بيقدروا يكونوا عم بيشتغلوا وينتجوا، وشباب لبنانيه كمان مش انه نكون بحاجه ليد عامله اجنبيه او عمال من برا. صحيح. وهذا بيزيد المردود الانتاج المحلي بقلب البلد، وهذا شيء كثير 100%. ماريو بدك تقول شيء؟ كنت لا تفضل. خلينا نحكي اليوم انا وياك، في كثير يمكن صبايا بخافوا انه رايحين نشتغل ببيت، بنسمع انه هالقد في اوقات حوادث بتصير بقلب البيوت. صح. خبرني شو المعايير المتبعينها لحتى نكون عم نطمن هالصبايا والسيدات؟ اذا بدك نحن صلنا سنه بال سي دبليو، مش بس الصبايا كانوا خايفين من هذا الموضوع، حتى نحن كمانجرز بالشركه كنا متخوفين شو بنسمع قبل او شو بيقولوا انه العامله اللبنانيه بيضربوهم بيعفوهم، هيدي صانعه هيدي خادمه. سو دغري اول ما بلشنا قلنا بدنا نبقى، ان كان انا او كاتيا او الصبايا الموجودين معنا بالمكتب، بدنا نبقى فاتحين عيوننا اذا بدك مش 10 10، 20 10. سو بس بلشنا وبلشنا نحكي مع الزبونات وبلشنا نحكي هم مع المراه اللي هي ست البيت، لقينا العكس كليا. يعني المرأة اللبنانية عم بتكون عم بتعامل الصبية اللي عم بتفوت كعاملة مش كصانعة أو كخادمة مثل ما كنا نسمع. عرفت؟ سو نحن عطول منكون موجودين مع الصبايا 24 ساعة، تحت ما نقول أقل ولا أكتر، لا 24 ساعة منكون موجودين. في عنا هوت لاين، في صبية بتكون عم بتتابع معهم من عنا أو أنا أو كاتيا أو كلنا منكون إيد وحدة. كل يوم آخر النهار منحكي الصبية، في شيء زعجك، في شيء شو صار معه، الاند لاند اوف ذا داي 100%. فلهلا اذا بدك بسنه بعد الحمد لله غيرنا هيدي الفكره نحن كاشخاص براسنا، انه لا، الشعب اللبناني عن جد، هو المراه اللبنانيه او الشعب اللبناني هي عن جد شخص اذا بدك متعاون، بيوقف حد الصبايا، بيحترموا هيدي المهنه. يعني بتجي بتقول لك انا ما في اعيش بلاها، سو انا ليش بكون عم بعملها بشيء مش منيح اذا هي عم بتعملني بشيء منيح؟ صح. يعني متى ما الصبيه عم بتكون بقلب البيت عم بتكون مرتاحه وعم بتكون عم تعطي من قلبها وعم بتحس هيدا البيت بيتها، سو عم بيكون الفيرس فيرسال كمان البيت عم بيعتبروه نفس الشيء. هل بتساعدوا الصبايا مثلا اذا صار في اشكاليه ب يعني انتم عم تلعبوا دور هالوسيط اللي موجود
بينتنا. شو ما كان نحن بنلعب الدور يعني، حتى احيانا بتجي ست الباب بتقول لك انا عندي ريمارك صغيره عليها بس انا يمكن مستحيه قلها، ففيك انت تقلها بطريقتك، فاكيد انا هون بتدخل ومنوصل فكره بطريقه معينه للصبيه لتكون عم تفهمها وعم تقدر تغيرها وتيرجع يتاقلم مع بعضهم. لانه بالنهايه كل واحد يعني كل واحد عقليه، كل واحد عنده طريقته، كل واحد عنده الرولز تبعه بالبيت. سو متى ما قالت لنا اياها نحن فينا نوصلها للصبيه. سو اكيد الصبايا عم بيتقبلون، عم بيعيشوا معهم مرتاحين مبسوطين، عم بيحسوا عن جد اختهم امهم اذا او بيهم اذا كان اذا كانوا مع ختياريه، واذا كانوا مع عائله طبيعيه عم بيكونوا عم بيتعاملوا زي اخوه او زي رفقه بالبيت وعم بيساعدوا بعضهم. وهيدي اهم شيء انه قبل انه بيسهرون ل 12 ولا وكيف بدهم يروحوا، لا عندها دوام الصبيه حتى بقلب البيت، ست البيت عم تعمل لها دوام وعم تعمل لها سكادجول. انه انت اذا البيت كبير مش ضروري كل يوم تقومي تنظفي، نظفي البيزك والباقي ثاني يوم 100%. انتم ما بتوظفوا يعني، انتم شغلتكم تكونوا عم توصلوا للشخص طالب هيدي الوظيفه صح. او طالب هيدي الخدمه بشخص عايز هيدي الخدمه عايز. يعني انتم مش مسؤولين عن كونتريت التوظيف والى ما هيدي عم نصير. اذا عم نحكي بالخدمه المنزليه نعم. عرفت بالخدمه المنزليه اكيد نحن وصيت بنعطيها اياها اكيد اول شهر، يمكن ما تحبها، يمكن صبيه ما تتاقلم مع البيت، يمكن المره ما تحبها، سو نحن بنرجع بنأمن لها حدا تاني حدا تالت ليركبوا مع بعضهم اذا بدك، او يركب عقلاتهم عقلات بعضهم. بس بالنسبه الشرك اللي كنا عم نحكي عنها بأول الشيء سو في عنا عاملات 100% سو نحن بنأمن لهم اثنين اوبشن، يا اما انا بس بدبر لك وانت بتكفي لها بالتوظيف وبالضمان او اذا بدك نحن سو نحن بنكون عم نتفق نحن وياهم بأول الكونترا بدنا نمشي فيه هن شو بفضلوا. في شركات بتجي بتقول لك لا انا بس بدي اياها تجي وخلص انت ما بقى تتدخل يعني خلص شغلك هون، وفي شركات لا انت مسؤوليتك انت بكل شيء، نحن بس بدنا حدا يجي ينظف ويفعل، ما بدي فوت ما بدي اتعرف على شيء اكسترا او ما بدي وجع راسي بشيء اكسترا. سو هيدا بيصير حسب كل شركه وحسب كل شخص هو شو بده. ماريو عم بيزيد الطلب؟ الحمد لله ايه عم بيزيد. والطلب يعني اللي عم ينبسطوا فيهم العالم انه البنات اللبنانيات. عرفت لك انا طب ليش انا عم بجيب الاجنبيه يمكن اوكي عم بصرف عليها قصص اكسترا انا فيها بالغنى عنا، فلا انا اللبنانية او من اهل بلدي هي اهم وافضل انه تاخذ هيدا السلار اللي بدها تاخده من انه وحده اجنبيه. وهيك بنكون واقفين اذا بدك كلنا حد بعضنا وكلنا ايد وحده لنرجع حتى على الوراء وزاره العمل كل هدول الاسيرانسات التيكتس 100% اهين بكثير. على كل الحالات ماريو يعطيكم الف عافيه. دائما انتم بعرف 24 ساعه LCW by KNE بزنس حتى تكونوا موجودين عم تهتموا بهذا الشيء لكل السيدات والصبايا يلي فيهم يتواصلوا معكم اكيد لحتى يطلبوا ان كان يطلبوا الخدمه او بدهم يشتغلوا الاثنيناتهم على نفس الرقم. نحن وقتنا خلص صارت 12. يعطيك الف عافيه وانت كمان ونهاركم سعيد. الاسبوع الجاي بنكون مع كاتيا اذا الله راد وكل هودي واحلى وسهلا فيكم دائما بتشاريتي تي في بيتكم هيدي. يعطيك الف عافيه. اصدقائنا المشاهدين لهون بتنتهي حلقتنا لليوم، بكره بتعطيكم موعد زميلتي زهور بمنصور بحلقه جديده من على هوا المحبه. انتبهوا على حالكم وتضلوا بخير.